قطاع غزة بطول على شريط ساحل على البحر المتوسط، والبحر تعلمنا منه كتير شغلات مثل الصيد في الهربون والغوص الحر، وتأثرنا كتير في هذه الهواية. سنتين بدأت الغوص الحر، الغوص الحر يحتاج إلى لياقة عالية للجسم، وأيضا برضه يحتاج إلى معدات كنظارة الغوص وزعانف وبدلة، وهاي الأغراض غير متوفرة نظرا للأوضاع الاقتصادية اللي بنمر فيها. لذلك هاي مشكلة، يعني مشكلة كبيرة بنواجهها إحنا كغواصين وهواة غوص ومحترفين. إحنا بنغوص في أماكن مختلفة، الأماكن متوفر فيها الصخر حسب خبرة الغواصين، ومنها في شمال قطاع غزة ووسط القطاع وأيضا الجنوب وأيضا ميناء غزة حسب توافر أماكن الصخر. أنا بقدر أضل تحت الماء لدقيقة ونص، وبأنزل لغاية 15 متر، والعمل والتمارين مستمرة للغوص بوقت أعلى وعمق أكبر. حبيت صيادة الغوص الحر من 3 سنين تقريبا، كنت أولها يعني أصيد سلاطعين وبعدين حولت على السمك. عمق المية حسب طبيعة الصخر، يعني في بوصل 4 متر، في 6، في بوصل 10 متر وما فوق. صيد السمك أنواع معينة، يعني في اللوكوس، صاروس، دنيس، حداد، كذا نوع. يعني معدات الغوص بشكل عام يعني قطاعها كلها غالية، وفي نفس الوقت مقطوعة بطبيعة الحصار اللي على غزة. الشغلات هذه ممنوع تخش غزة، وبصعوبة كبيرة لما بنلاقيها، وكمان سعر التكلفة تاعتها غالية. وعندنا كمان يعني احنا الحين داخلين على موسم الشتاء، فالمي بتسقع، فبلزمنا بدل ضد السقع يعني تكون، فهذه مش موجودة وغالية ما بنقدر نجيبها. رياضة الغوص بشكل عام يعني في الدول الثانية يعني في لها نوادي خاصة وتدريب خاص لزيادة النفس وللغوص للأغمار. فعنا هنا يعني احنا بنعتمد على أنفسنا، ما فيش نادي إنه يدربنا، يعني بنلاقي احنا صعوبة كتير في الشغلة هذه. وفي البداية أول حاجة احنا كنا صيادين غزل عادي يعني، فلما بدنا نصير نصيد في البواريد، فبلشنا انه احنا نبتكر ونبحث عن النت وعلى اليوتيوب والشغلات هاي. هذا يا سيدي احنا بنجيب خشب الزان، اللي هو خشب بنجيبه لوح كامل، بنروح لمنجره بنقص المقاس اللي بدنا اياه او حسب الطلب، بنفرز الخشبه، بنعمل السيخ هذا المجوى تبعها، وبعديها بنفصل الخشبه في التفصيل اللي بدنا اياه في القصه اللي بدنا اياها. بعدين بنفحص الشغلات هذه التفنيش تبعها، وباقي الشغلات بنعملها عندنا هي منزليا في الايد. احنا يعني في الفرق بين المسدسين، اللي هو في المسدس البحر الطويل والمسدس البحر القصير. المسدس القصير اللي هو يتراوح طوله ما بين 65 سم الى 75 سم، هذا يستخدم للجحور والصخر والشغلات هاي. اما المسدس الطويل اللي هو يتراوح طوله ما بين 80 سم الى 120 سم، يستخدم لأسماك كبيرة الحجم نوعا ما يعني، والسمك اللي بتحرك فوق الصخر، السمك الكبير مثل سمك القاروص والسمك الكنعان أو سمك البوري والأسماك كبيرة الحجم هاي.